حبيبة قلبي مدام سوريا. كل سنة وانت طيبين حبيبتي، بس بتمر بالنبي يا نور عناية. أولا أقول لك كل سنة وانت طيبة عشان عيد ميلادك، أنت وأمه جوزيف كل سنة وانتوا طيبين. 24/9 عيد ميلادكم، كل سنة وانتوا بصحة وعافية يا رب العالمين. وانت طيبة حبيبتي، وانت طيبة يا عظيمة، تسلم ايديك على الحاجات الجميلة اللي بتمتعينا بيها. ربنا يخليكي وتسلم ايدك يا روحي. اشكرك ازاي؟ على ايه بس يا مدام سوريا؟ ميرسي لحضرتك بجد، وميرسي ان انا سمعت صوتك النهارده، وميرسي على التورته اللي انت عملتيها واهديتيها لي في عيد ميلادي، شكرا جزيلا. حبيبه عمري. ميرسي حبيبتي، انت تستاهلي كل خير حبيبتي. ربنا يخليكي ليا، تسلمي لي يا روح قلبي. وكل سنه وكلنا طيبين حبيبتي. امين امين يا رب العالمين، وانتوا في صحه وسعاده دايما، شكرا ليكم ولمحبتكم. ما تحرمش منك يا روح قلبي. مدام سوريا بتكلمنا من استراليا، ومكالمتها عزيزه وغاليه عليا جدا الحقيقه. ام اسلام انا بشكرك على الفيديو الرائع اللي انت منزله لي، بجد انا يعني شفت الاغنيه كامله وشفت كميه صور ليا قديمه وجديده، بجد انا لو كان يعني حد قريب مني بيعملها ما كانش هيعملها بجد بكم الصور الرهيب ده. بشكرك جدا جدا والف سلامه عليكي، وميرسي لانه بجد اسعدني. امبارح شفته مرتين ورا بعض من كتر ما هو حلو، تسلمولي. هنبدا بقى في المرحله الثانيه، وهي نتكلم عن السمسميه. يلا بينا السمسميه. انا هعمل نفس المقادير، وحضراتكم ليكم حريه الاختيار ما بين العسل الجلوكوز والعسل الابيض. خلاص هي كلها نص كوبايه السمسميه، كوبايتين ونص من السمسم. السمسم هجيبه محمص خلاص، بس هسخنه برده. طيب عندي نص كوبايه سكر ونص كوبايه عسل جلوكوز او عسل ابيض، نص معلقه من عصير الليمون او ملح الليمون، 2 معلقه زيت بنفردهم في الصاج او البايركس، ورق زبده لو انتوا حضراتكم حابين تحطوا ورق زبده وعليه الزيت، يعني ده اختياري على حسب زي ما انا عامله كده في الصاج. الملح الليمون انا حطيته في الفاصل اللي فات، المره دي هنحطه سوا مع بعض هنا. تعالوا بقى نسمي الله وناخد الايه المكونات ادي. وطبعا بحط معاهم عشان حضراتكم تبقوا عارفين تقريبا ربع كوبايه من الميه، يعني انا هعايرها برده مع حضراتكم علشان ايه تبقوا عارفين. حطيت ربع كوبايه ميه، بسم الله، وحطيتها كده علشان ايه ما تبقاش القوام تقيل بسرعه، لانه ممكن لو حد لسه هيقف يعمل يقفش معاه بسرعه، يعني هتهدي شويه ان القوام ياخد وقته على النار. هناخد كده بعيدا هنا، خليني احط الميه الاول. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا. هننزل السكر، نص كوبايه السكر، نص كوبايه العسل الجلوكوز. هفترض قفش من حضراتكم ولقيتوه كده، طبعا تحطوا في المعلقه اما زيت، او لو قفشت جوه البوله اللي انتوا حاطينها زي حالتنا عشان التكييف هنا عالي جدا، احنا اضطرينا نحطها تحت حمام ميه سخنه بخار كده عشان يفك شويه العسل الجلوكوز وايه ويبقى تمام. على الرغم ان قلت لهم ادهنوا البولات زيت، بس ايه ماشي عشان لما اجي احط تنزل الكميه كلها، لان كل ده من المعيار، كل ده من المعيار، وانا اكدت على ده يا شيمو. لا لا تتاكدي انت، انت تتاكدي. انا عارفه، بس لا هو لازم كان يحط برضو في البوله زيت، الزيت ده بيخلي كل المعيار ينزل. بصوا انا طبعا بحاول كده بايدي كده. تمام، وننزل بقى هنا، وانا هاخد كده بالسباتيولا هدوب دول ايه معاهم اهو، بس كده تمام جدا. يلا هندوب بقى الكميه دي، حط هنا ويلا ندوب بقى مع بعض. هاخد السمسم ده على الصاج نفسه اللي احنا دخلنا عليه الفول السوداني. بسم الله الرحمن الرحيم، يا دوب يدفى. انا يعني ايه مش عايزاه يتحمص قوي، انا هخليه هنا لحد ما يبدا يقرب من القوام شويه. اول ما يبدا يقرب من القوام هدخله ياخد الخمس دقايق او الدقيقتين علشان يسخن، بس عشان لما احطه زي ما شفتوا حضراتكم ما يقفش. كده احنا قدمنا الفوليه وطلعوها بقى بكل سهوله. اول ما تبدا تمسك كده هتلاقوها سهله على حضراتكم تطلعوها، طالما انتوا فصلتوها اصلا وعملتوا الخطوط دي الدنيا بتبقى جميلة. هاخد رشة ملح الليمون هحطها في الأول أهي، مندوب
وادي بوله الميه اللي بتلج عشان اجرب فيها القوام زي ما حضراتكم عارفين. وكده احنا هنبدا في الثلاث وصفات السبتين او البساط او اللي يعني نص الشعب المصري غالبا بيحبهم جدا، السمسميه والحمصيه والفوليه. اتكلمنا عن لو احنا جايبين الفول السوداني ني او لو عايزين نحمصه في البيت او لو حتى هو بقش، اهم حاجه نحمص في الفرن على الحراره المتوسطه. ده هيفرق كتير جدا. هشغل برضو هنا الشربات او كمان على يشتغل معايا عشان نبقى خلصنا كله في نفس التوقيت. وهاخد هنا برضو دي قشره من الفول. تعالوا بقى من الفول السوداني. تعالوا بقى نعمل ايه؟ ناخد كمان العسل الجلوكوز نفس المقادير هننزلها بتاعت الحمصيه. هنشتغل بس هنا ونسيب العسل كمان هنا. خليني انا ادهن على دي زيت احسن كده، وانزلها هنا كده. بصوا بقى بالزيت هنا هتبقى اسرع اهي في المعلقه وتمام. شايفين ازاي؟ هنزل برضو بالسباتيولا. خلاص وهنضيف برضو الميه وانا هحطها سخنه. بسم الله. تقريبا تلت كوبايه او نص، يعني اقل من النص. وهاخد سباتيولا هنا، ممكن تبقى دي كمان. نقلب بقى هنا الخليط ده لوحده والخليط ده لوحده لحد ما يوصلوا مع بعض عشان نكمل الوصفات بتاعتنا. كده احنا بدأناها اهو من الالف للياء. السمسم كمان ليه فوائد كتير، وعايزه اقول لكم نسبه الكالسيوم فيه عاليه جدا، وفيه ليه فوائد كتيره جدا. وبرده الناس اللي هي عايزه تتخن بيعملوا من، احنا بنعمل منه الطحينه وبنعمل منه الحلاوه الطحينيه، بنعمل منه حاجات كتير قوي مش بس مخبوزات حادقه، كمان الحلو. معانا مدام سهير. يا اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الخير على عيونك مدام سهير. كل سنه وانت طيبه حبيبه قلبي، وحضرتك بالصحه والسلامه يا رب. تسلم ايديكي، بصراحه جميله قوي حاجاتك. تسلمي يا حبيبه قلبي، شكرا لحضرتك. هنعمل الملبل النهارده؟ هنعمل الملبل، لا مش النهارده بس هيبقى الملبل معانا ان شاء الله الحد والاثنين، حلقتين فيهم القشطه والملبل واللذيذه بالكراميل واللذيذه الحمام بتاعنا ان شاء الله. حضرتك تابعينا بس. اه احنا نحب الحاجات البسيطه الجميله دي الخفيفه في البيت. يا حبيبتي ان شاء الله هتعجبك، لاني عامله من الملبل ده عجينه واحده هيطلع منه الملبن الحبل، وهنعمل منه ملبن محشي تاني على طريقه الشوام. حلوه كمان، جميله هتعجب حضرتك قوي. انا لو عايزه اجيب سكر الجلوكوز دوت اجيبه منين؟ في واحد مشهور قوي بتاع كنافه وقطايف بنجيب منه كل رمضان. اه هتلاقي عنده، وهتلاقي في السوبر ماركت، وهتلاقي في درب البرابره، هتلاقي في كل حته انت عاوزاها. خلاص تسلم ايديك. تسلمي لي حبيبتي مدام سهير. انا وانت طيبه. وحضرتك بالف صحه وسلامه يا رب، في حفظ الله. هنعمل كل حاجة انتوا عايزينها، حتى الدومية هنعملها. هنعمل حلقة ملبن بس بكل الحاجات اللي حضراتكم بتحبوها. هقلل بس النار هنا علشان هتبقى الحلقة ان شاء الله الاثنين، يوم الاثنين الجاي بإذن الله مدام سهير بفضل الله. كده بقى انا هنا بزودت، ونبدأ بقى ايه نوصل للقوام الحلو بتاعنا. وهبدأ بقى ايه ادخل السمسم. يلا بينا يلا. ده بقى السمسم ده مهم قوي لانه بيقلل ضغط الدم. مرضى الضغط مهم، نسبه عاليه من الكالسيوم، بيقوي المفاصل والعظام لانه بيسموه مخزن الكالسيوم، بيهدي الاعصاب جدا وبيحارب الالزهايمر. بيحمي كمان المراه الحامل من الامساك، وبيعزز صحه الجنين جدا على فكره. عايزه اقول لكم السمسم يعني ليه فوائد كتير، بالذات بقى كمان النحاف اللي عايزين ايه يتخنوا ياكلوا بقى
زيت السمسم ده عايز اقول لكم رائع للشعر، يعني لو اتخلط مع مجموع زيوت حلوه زي مثلا الزيتون، جوز الهند، الجوجوبا، مثلا الارجان، بيبقى رائع. بصوا بقى هنبدا بقى نشوف القوام مع بعض كده واحنا شغالين. انا عليت النار هنا وهنا تمام شغال كمان، وبرضو هاخد كده ساق تاني اهو احط فيه الحمص عشان ادخله هو كمان يسخن، عشان نبقى ايه. الحمص ده انا جبته من المقلة، بيتباع اكياس كده متفصص كده زي ما انتم شايفين، بيبقى ني برضو وبيتاكل حلو وطعمه حلو كل حاجه، بس ايه، بس زي ما حضراتكم شايفين. بصوا بقى بدات ريحه السمسم تطلع اول ما بيسخن، الزيوت اللي فيه تتعزز كده وتطلع، بيبقى ليه طعم تاني. تاكلوا بقى السمسميه او الحمصيه او الفوليه وانتم بتتمزجوا، لان طعم التحميصه بتاعه المكسرات دي ليها كده سبحان الله طعم مميز. بقلب بقى هنا تقليبه حلوه، وهاخد كده الحمص اضيفه معاه احطه في الرف اللي هنا. خلينا نرفع ده الاول ونحط الاثنين سوا. بسم الله الرحمن الرحيم، نزود كده شويه يطفوا بقى عشان ما يبقاش عندي قلق ان مهديه الفرن على 180 علشان ما يتلسعش مني. طيب تعالوا بقى نجرب هنا القوام. بسم الله الرحمن الرحيم كده. لسه معانا مدام زينبي، اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا شيخ؟ اهلا وسهلا بيك يا حبيبه قلبي، بحبك قوي. ربنا يسعدك يا روح قلبي، احبك الذي احببتني فيه يا رب العالمين. عايزه اعرف طريقه عمل صوابع زينب. طريقه عمل ايه؟ صوابع زينب. صوابع زينب، حاضر من عينيا انزلها لك. حاضر عينيا يا زينب، نورتيني وشرفتيني. شكرا. اهم حاجه تبعتي لنا طبق يا زوزو. طبعا. ماشي يا حبيبه قلبي. بصوا كده لسه دي الكره اللينه، حتى قبل مرحله الكره اللينه لسه برضو لسه ما وصلش للقوام اللي احنا عايزينه هنا. طيب ايوه نزود كده. وبصوا كميات بسيطه جميله، هننوع من كل حاجه، يبقى عندنا من كل حاجه بالظبط كاننا جبنا حلاوه المولد علبه في البيت. الملبن بقى هيبقى عبقري، لانه الملبن ده فيه مش كل الناس، يعني ايه الفكره فيه ان احنا نلضم اللي عين الجمل تبقى كامله ونظبطه ظبطه حلوه. الاهم كمان في التغليف بتاعه، في ناس تحب نسبه الملبن ما تبقاش كتير قوي على العين الجمل، وفي ناس تحبه مظبوط يعني يبقى طبقتين او ثلاثه، وفي ناس تحبه خفيف. فعلى حسب ما حضراتكم بتحبوا هتقدروا تتحكموا بقى فيه وهتظبطوه. وهوريكم طريقه لتعليقه بسيطه على اي ستاند عندنا بتاع شوك ومعالق في البيت، يعني هنعمله ايه وهتبقوا بعد كده محترفين فيه. انا بقى ممكن عقبال ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه، وانا شغاله هنا اهو في الناحيتين وبحمص معايا الحمص والسمسم، هستسمح حضراتكم نطلع استراحه، نرجع نكون وصلنا للقوام نشتغل على طول ان شاء الله. في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره تانية. طبعا اضطريت احط السمسم، سبقتكم. زي ما عملنا بالظبط بعد ما عملت التيست بتاعه، وبرده هعمل بنفس الطريقه. انا حاسه ان السباتولا دي مريحاني اكتر، فخليني معلش استخدم دي كده اهو كده. شايفين الارتفاع، ما بعليش وبمسح كده اساوي كويس كده واساوي. يعني سووها بقى، اعملوها انتوا ايه كانكم بتساووا الحاجه كده بشكل حلو. دهنت زيت زي ما اتفقنا عشان تبقوا شايفين كمان الكميه دي مطلعه قد ايه كده اهو شايفين. عشان تبقوا شايفين كده صح اهو. نعمل ايه بقى؟ يلا بينا. نقسم بالسكينه زي ما اتفقنا. خليني اطلع الحمص
الله على الروايق. عايزه اقول لكم الريحه اول ما بتطلع تعرفوا انه تمام. بصوا يفضل فاتح. تعالوا ناخد مدام فاطمه حبيبتنا. اهلا وسهلا. الو السلام عليكم مدام فاطمه. السلام عليكم. ازيك يا مدام عظيمه؟ عامله ايه حبيبتك؟ الحمد لله يا فندم. ازاي حضرتك؟ ثانيه ازي حضرتك يا حبيبتي؟ الله يسعد حالك يا فندم. تسلمي. انا عارفاك من زمان وعارفه والدتك الله يرحمها. الله يخليكي. شكرا ليكي. يكرمك حبيبتي. الله يخليكي. اموريني يا جميله. يا رب يبارك في عمرك. وحلوه. وانا عندي حفيد عايز اسلم عليك. اديهاني. خدي يا مازن. تعالى كلم حبيبتي. الو مازن. الو ايوه. ايوه حبيبي انا سامعاك. اه وطي التلفزيون شويه عايزه اسمعك. عامله ايه؟ انا كويسه يا روح قلبي. انت عامل ايه؟ كويس الحمد لله. داخل المدرسه خلاص؟ انا بحبك قوي. وانا بحبك قوي. ربنا يخليك ويخلي تيتا. يا رب. حبيب قلبي تسلم لي يا حبيبي. نورتني يا مازن. ربنا يسعدك يا حبيبي ويخلي لك تيتا وبابا وماما يا رب. شكرا لحضرتك نورتيني وشرفتيني يا حبيبة قلبي. بصوا كده اهي عملنا ال انتوا فين؟ تعالوا. هشيل بس دي اهي. قطعناها كده عشان حضراتكم تبقوا شايفين. تسلمون يا رب. وبرضو ايه زبطنا قلنا الفروق عشان نعرف نطلعها بعد كده. معانا عمار. اهلا وسهلا يا عمار. حاول تكلمنا تاني. ايه الاسم الجميل ده؟ بصوا كده ادي السمسميه عملناها اهي. تسلم ايديكوا حبايبي. ونسوي بس الحروف كده عشان تبقى مظبوطه وحلوه وتطلع مع حضراتكم زي ما انتوا عايزين. تقدروا بقى تغلفوها كمان في السوليفان ده لو حابين تعملوها بقى تبقى جميله. انا هحط برضو دي هنا. ورجع لنا عمار مره ثانيه. يا اهلا وسهلا يا عمار. ايه يا عمار احنا مش مكتوب لنا النهارده نسمع صوتك ولا ايه؟ ها حاول تكلمنا مره ثانيه. خدت بقى هنا برضو ده خلاص. هننزل مقادير الحمصية مرة تانية عشان أصدقائنا اللي سألوا. هننزلهم المقادير. حاضر. وألف سلامة على حضرتك. قالوا لي إن حضرتك طلبتي في الكنترول الوصفة. طيب هننزل المقادير. على فكرة هي نفس المقادير اللي أنا اشتغلت بيها الفولية والسمسمية على الشاشة. كوبايتين ونص بالكوب المعياري ده اللي أنا عيرت بيه أو بأي كوباية المج الشاي. المهم تبقى نفس الكوباية. عندي نص كوباية من السكر وعندي نص كوبايه من عسل الجلوكوز او العسل الابيض على حسب الرغبه. وطبعا ربع معلقه ونص معلقه من ملح الليمون وثلاث معالق زيت بمسح بيهم دايما الصاج او البايركس اللي هحط فيه. وبعد كده او ورق زبده زي ما حضرتك تحبي. بصوا بقى هنا انا بقى هجرب المره دي في الصاج الجميل ده. بصوا الصاج ده سخن ازاي اهو. حمص سخن جدا. هبدا بقى هنا اخد الايه نجرب اخر حاجه المرحله عشان نبقى جربنا مع حضراتكم لو لسه حد منضم للحلقه عرفنا الايه القوام المظبوط. اهلا وسهلا. الو يا فندم. اهلا بيك يا استاذ عمار. اتفضل. اخيرا رجعت لكم مره ثانيه. يا فندم الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ازاي حضرتك؟ والله يا فندم كنت حابب اعرف بس طريقه عمل البسبوسه بس اللي هي ايه اللي هي زي بتتعمل في المحلات بالظبط. هديك طريقتي وانا واخدها من مصنع وناس محترمه جدا على فكره. اه تمام. انا تعبت جدا على ما وصلت لكم يا فندم. ده شرف لينا واسفين على تعبك والله. لا يا رب. طب بالنسبه للكريب فراخ. ايوه عايز اعرف طريقته بالظبط. هنزل لك طريقه الكريب. حاضر من عيني. بس يا ريت صوره بطريقه مبسطه يعني. حاضر من عينيا. هو سهل وبسيط بس خلي بال حضرتك لو عايزه زي بره هي الفرق بس في الجريل والفرد بتاعه لكن المكونات واحده. بس انا هنزل لك المكونات. حاضر. شكرا ليك يا استاذ عمار نورتنا. بصوا بقى اهي اخر حاجه عشان نبقى مع بعض. ده القوام اهو اللي هو زي الازاز. باقي له هسه كمان. شايفين لسه. خليني اجمدها شويه عشان هي ما لحقتش. اهي تطلع اهي. بصوا لازم تتقطم. تسمعوا صوت التكه. خلاص
انا برفعها بس عشان ما بحبش انها تستوي زياده فيتغير اللون فيبقى لونها ذهبي. انا مش عايزه كده، عايزه يفضل لونها زي ما هي. هنبدا بقى معيرناش الحمص، هنعاير الحمص مع حضراتكم اهو عشان تبقوا عارفين المعيار كمان. خدت كوبايتين ونص من الحمص وادي نص. ماشي، بس بحب اتاكد. تمام، تعالوا بقى ننزل. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي الحمص هنقلب وهننزل. نقلب بسرعه ولازم يبقى الصاج جنبي كده عشان هو بيمسك بسرعه. تعالوا بقى نقول الفوائد بتاعه الحمص الاصفر دي لا يعلى عليها. عايزه اقول لكم مليان باحماض امينيه، بتحسن من المزاج جدا وبتقلل من التوتر. في اوميجا 3، تخيلوا ان الحمص ده فيه اوميجا 3. عايزه اقول لكم حلو جدا، بيبقى للشعر والضوافر، فيه كالسيوم، فيه فسفور، بيمنع هشاشه العظام. زمان كانوا بيجيبوه لنا على طول قوي من المقلى ونقعد نتسلى فيه، ولو كان حد عنده اسهال يجيبوا له شويه حمص ياكلهم. بصوا كده مليء بقى بحمض الفوليك لانه مهم للمراه الحامل يعني وللجنين. في بقى كل الحاجات الحلوه، فوسفات، في زنك، تخيلوا ده في زنك كمان وفي اوميجا 3. يعني ايه، هنفرد بس كده هنا عشان انا عايزه اعملها بارتفاع معين. كده اظبطها، معلش هي سخنه طبعا بس انا لازم اتعامل معاها بسرعه جدا. اهو شايفين كده، ودي برضو في الصاج، واقدر اعمل كذا واحده جنب بعض. يعني احط في الصاج ده مثلا الفوليه جنب الحمصيه واقطع كله في صاج واحد، مفيش مشكله برضو. كده ينفع وكده ينفع، ودي اللي فيها ورقه الزبده المدهون، ولازم ابعدها كده عن الحرف عشان لما اجي اقطع تاني ما تبقاش ايه، اهو يبقى فيها تخانه. شايفين ازاي نساوي؟ كده هملى بس الحته الفاضيه اللي هناك دي. شايفين؟ عايزين ننزل بعد اذنكم يا بنات البسبوسه. البسبوسه بتاعتي، وانا هقول حالا استاذ عمار هتعملها ان شاء الله هتطلع معاك مظبوطه جدا، ويا ريت تكلمني وتقولي عملتها وطلعت ايه. دي بسبوسه في حد من احد المصانع المحترمين اداني طريقتها، وبصراحه انا من ساعتها ما بعملش غير الطريقه دي رغم اني جربت انواع كتير. اخد بقى كده سكينه ممكن دي انشف شويه، وخليني ايه اجرب كده. هنا وخليني، هي دي كبيره، خليني اخد السكينه الصغنونه هشوفها فين حالا. انت اخدت السكينه الصغيره يا محمد؟ لو معاك الدهاني نزل مقادير البسبوسه. ايوه حبايبي، ماشي يا نور عينيا. زيت على مهلكم ده، ونقول الكريب برضو حاضر. تمام اهو، انا بس بفصل، لازم افصل علشان لما اجي اشيل وارفع من الصاج ما يبقاش عندي مشاكل. وهنا كمان نفس الفكره اللي بقولها لحضراتكم، تتشال بكل سهوله اهي. عملت كده بالفعل يا فندم. احنا متشكرين يا فندم جدا والله.
مش عارفة من غيرك هنعمل ايه فعلا. فعلا من غيرك مش عارفة هنعمل ايه. هنشيل دي بقى وهدوق انا دول. ما شاء الله ما شاء الله روعة. يعني حمص نظيف، حاجة بيتي حمصناها بنفسنا، عملناها سهلة وجميلة، حاجة عمال ايديكو. بصوا بقى الطعم، مش قادرة اقول، انا مش هتكلم، هما بقى الناس يدوقوا واللي عايز يسأل ويجرب براحته. ناخد جهاد. اهلا وسهلا جهاد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعاك يا جهاد. معايا الشيف عظيمة. ايوه يا روح قلبي اتفضلي. سمعاك يا حبيبتي. ايوه اخبارك ايه يا سمير؟ انا كويسة حبيبة عمري الحمد لله بخير. انا بحبك جدا ومتابعاك على طوع قناة الاهلي ومحب النادي الاهلي جدا. يا حبيبتي احبك الذي احببتني فيه، شرف ليا متابعتك يا حبيبة عمري. ممكن وعد نزل تلاقيك اتعمل مكرونة بشاميل من عينيا. حاضر هنزلها لك من عيني. عجبني المج جدا اللي عليها صوص النادي الاهلي. اللي عليها حاضر، اللي عليها صوص الموتزاريلا. حاضر من عينيا من عينيا. بقول لك عجبني المج عليها صوص النادي الاهلي. مش سامعه؟ قولوا لي يا ولاد عشان انتوا سامعين. اللي عليه نادي الاهلي يا حبيبه عمري. تسلمي لي، ابعت لك واحد والله. ايوه لا انا احبه جدا، وعيد ميلادي 13، اتمنى يجي لي واحد زيه. من عينيا بس كده خلاص. تسيبي بس رقمك في الكنترول. وكل سنه وانت طيبه مقدما يا حبيبتي يا جهاد. حاضر بس كده. طيب يلا بينا. احنا نزلنا يا ولاد البسبوسه ولا لسه؟ ها نزلنا البسبوسه ولا لسه حبايب قلبي؟ طب يلا يلا يا امامير، وعايزين ننزل يلا والكريب كمان معانا البسبوسه. نص كيلو من السميد، كوبايه الا ربع سمنه، كوبايه الا ربع لبن، كوبايه وربع سكر، شربات البسبوسه كوبايه وربع سكر، كوبايه وربع ميه، عصرة ليمون. شربات البسبوسه بنحطه على النار في الوقت اول ما نبدا ندخل البسبوسه الفرن، لان لازم هو يكون سخن وهي سخنه. بخلط المكونات السائله الاول يا استاذ عمار، السمن واللبن والسكر، بدوبهم مع بعض، وبعدين بنزلهم على السميد وبلم بايدي، ما بعجنش كتير عشان ما تنشطش ماده الجلوتين اللي جوه السميد فتنشف. تنشف معاك لما تدخل الفرن. وبندهن الصينيه دي بالسمنه وننزلها. ننزل فيها الايه؟ الخليط، نصبه صب ونمسك الخليط ده، الصينيه ننزلها كده على الكاونتر او الترابيزه تنزل هي لوحدها. خلاص؟ ونمسح بس بالوش كده بايدينا، حاجه بسيطه قوي. حط بقى كام لوزه مش عايز، عايزها ساده، دخلها الفرن يكون سخن من قبل بربع ساعه تلت ساعه، حراره 180 على الشبكه في النص. تاخد التسويه من الجناب، تبدا تشغل الشوايه من فوق تاخد اللون. اول ما تطلع تكون الشربات من بعد الغليان 10 دقائق، تطفي عليه وتسيبه على النار زي ما هو كده، يتحط عليها اول ما تطلع وتتغطى لازم على الاقل نص ساعه. ان شاء الله هتعجبك البسبوسه وهستنى رد حضرتك. هننزل الكريب. معانا مين دلوقتي؟ قولوا لي. والله طيب احنا بقى وعد ان شاء الله باذن الله. يعني هننزل حاضر المقادير اللي طلبت مننا، معلش عشان وقتنا طبعا، وفي دلوقتي استعدادا للفقره الطبيه. فشكل الحاجات اللي احنا عملناها اهي، عملنا الفوليه وعملنا الحمصيه وعملنا السمسميه، واتمنى يا رب تنول اعجاب حضراتكم باذن الله وتجربوها وتبقى جميله. حمصوا الفول السوداني قد ما انتم عايزين، فاتح وسط غامق زي ما تحبوا، دي حاجه ترجع لحضراتكم.